أنت شاعر ودكتور في نفس الوقت، ونعلم أن الشعر يسحب بتعبيرنا من الوقت، وكذلك التحصيل العلمي ولعله الأكثر بعد يسحب من الوقت، فكيف توفق بين هذه المزاحمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دنواً واقتراباً من الرفيق الأعلى. أبارك لكم ذكرى ولادة أمير المؤمنين، وأسأل الله أن يعيدنا وإياكم إن شاء الله في حال أفضل من هذا الحال. شكراً جزيلاً أخي وعزيزي مجتبى، وشكراً للمأتم المرخ لاستضافتهم لي للسنة الثانية للمشاركة في هذه الأمسية المباركة. منذ صغري سمعت عبارة مأثورة عن الشيخ الدكتور الوائلي يقول: نحن بحاجة، أو بالأحرى نحن لم نعد بحاجة إلى فقط شيوخ دين أو رجال معممين فقط، نحن بحاجة إلى أكاديميين رساليين. وهناك عبارة أخرى، وهناك حديث مأثور عن الإمام الصادق عليه السلام: ليس من شيعتنا من كان في مكان وكان هناك من هو أفقه منه. فانطلاقا من هذا المبدأ، يجب على كل إنسان أن يبلغ جهده، وبعد ذلك طبعا الله الموفق، وطبعا هذا كله ببركات أهل البيت عليهم السلام. أحسنت أورك سيدنا العزيز، مبدأ جميل. طبعا هذه دعوة بالذات للشباب واللي أصغر، إن شاء الله يجدون في التحصيل العلمي مع خدمة أهل البيت، بحيث لا يهمل هذا ولا ذاك، وهذا من ذاك في الأساس. نبدأ مع السيد العزيز ونستقبله بأعلى الصلاة على محمد وآل محمد. ليلى، ليلى، وما زالت كؤوس الحب مرة، فصبي لنا نخبا بدف الربابة. ليلى، وما زالت كؤوس الحب مرة، فصبي لنا كأسا، فصبي لنا نخبا بدف الربابة. فأومت إلى قيس فصب نبيذه، وكان مزاج الكأس طعم النبوة. ولست ربيب الخمر، خمري حيدر، إذا صب وسط الكأس تزداد سكرتي. ولست ربيب الخمر، خمري حيدر، إذا صب وسط الكأس تزداد سكرتي. شربت إلى أن صرت واع ولا أعي، شربت إلى أن صرت واع ولا أعي، وإن غياب الوعي أقصى المحبة. على صهوة التاريخ أطلال سره أطل، وحتى الشمس خلفي أطلت. أسائل آثار ابن صوحان عنهم، وأي ديار تحتويهم وأيتي. وأومئ للسمر الذين بجلدهم، مروءة عبد القيس جدا وطرفتي. أطل على الدنيا التي لم تكن ترى، هناك علي قبل خلق المشيئة. أطل على الدنيا التي لم تكن ترى، هناك علي قبل خلق المشيئة. وأفلح من يصلي على محمد وآل محمد. مو في الكعبة مولد حيدر الكرار، مو في الكعبة مولد حيدر الكرار. أظن يوم من ولد هالكعبة من ولده، إذن مولد علي مولد لهذا الدين، وانجز الله لينا بحيدره وعده. علي هيبة ملك هزت مدار الكون، كأن كل خطوة تسمع بالسماء رعده. علي سجدة بداية ومنتهى للكون، أصلا في الذكر هو سورة السجدة. وعلي من فصلت
فصل قياس الغيم ومن عين النبأ ذوبنا فيه وده ولو لا بس علي يأتل ضمير الجيل وتنبت في الشعوب مسرطن الغدة. رسول الله رسول الله شكثر مغرم يا حيدر بيك يسد انفاسه بابك ولا يسده كائن حيدر ويحمل ملامح كون علي فضل البحر ما يقدر يعده كائن حيدر ويحمل ملامح كون علي فضل البحر ما يقدر يعده لكي لا أطيل عليكم مقطوعة أخيرة. كل الجهات ضامن كل الجهات ضامن وأنت الماء أنت الحياة وكلنا صحراء كل الجهات ضامن وأنت الماء أنت الحياة وكلنا صحراء جاءت سني القحط تغزو مجدنا فهرعت نحوك والسؤال بكاء وتصحرت كل الأماني خلسة من غدة صادر حلمنا الغرباء قم واسق يا هارون طه أمة شربت دواها قم واسق يا هارون طه أمة شربت هواها فاستبد الداء ولأن ذكرك يا علي عبادة وإليك من رب العباد عطاء ولأن ذكرك يا علي عبادة وإليك من رب العباد عطاء أخرجت كف الشعر من جيب الهوى فإذا بها مسحورة بيضاء ولأن ذكرك يا علي عبادة وإليك من رب العباد عطاء أخرجت كف الشعر من جيب الهوى فإذا بها مسحورة بيضاء ورآك معجزة الزمان ضميرنا ولأسقف العلياء أنت سماء أدعو ودفء القلب أنت وسيلتي فلأجل كونك لا يرد دعاء ما الهم ما الأحزان حين أبثها فجوابكم دكت به الأنواء فإليك ننذر كل أنفسنا حما وإليك تنذر في العروق دماء أنا ندير العين أنت أمامنا وإمامنا والمعتدون فناء هذا زمام الحب أنت تقوده فالأمر أمرك والشعوب وفاء هذا زمام الحب أنت تقوده فالأمر أمرك والشعوب وفاء وأفلح من يصلي على محمد وآل محمد.